ميكس مع موبيليس. أسعد الله مساءكم مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا اللقاء. دائما تواصل لهبوب رياح قوية على المناطق الجنوبية ضمن التيارات شرقية شمالية شرقية، وصلت إلى غاية أقول 70 كيلومتر في الساعة، أحيانا 90 كيلومتر في الساعة على شمال الصحراء منطقة الصورة، إلى غاية أقول منطقة البيض وحتى على جنوب سعيدة، مثير لزوابع رملية كانت بكثرة مما عمل على رداءة الرؤية. توصل هذا الهبوب الرياح إلى غاية صبيحة الغد إن شاء الله. كما قلت أما عن حالة السماء، كانت أجواء مغشاة نهار اليوم على جو المناطق الشمالية إلى صافية عموما، لكن سحب أكثر كثافة على شمال الصحراء الصحراء الوسطى وحتى على المناطق الجنوب الغربي، احتمال لسقوط بعض القطرات من الأمطار خلال هذه الليلة، وهذا على الصحراء الوسطى إلى غاية مناطق الجنوب الشرقي. فعليه مصلحة الأرصاد الجوية ترتقي بيوم الغد دائما أجواء أقول صافية عموما على المناطق الوسطى والغربية، لكن بعد انقشاء ضباب خلال الصباح الباكر والسحب السفلى لتصبح الأجواء ربيعية عموما على كافة المناطق الغربية والوسطى، بينما أجواء مغشاة على الجهة الشرقية. أما على المناطق الجنوبية السحب أكثر كثافة من النوع العالي والمتوسط، ستنتشر من منطقة الجنوب الغربي إلى غاية شمال الصحراء منطقة الواحات الصحراء الوسطى، أكثر كثافة على المناطق الجنوب الشرقي والصحراء الوسطى، احتمال لسقوط بعض القطرات من الأمطار. دائما رياح قوية ستشتد على الصحراء الوسطى وحتى على المناطق الجنوب الغربي مناطق الجنوب الشرقي، مثيرة لزوابع رملية مما يعمل عن رداءة الرؤية. أما عن درجات الحرارة خلال هذه الليلة، مقاييس ما بين درجتين فقط إلى غاية 8 درجات، وهذا على المناطق الشمالية 8 درجات على مرتفعات الهجار والتاسيلي، لترتفع لغاية 18 درجة كالمقياس على أقصى الجنوب. خلال ظهيرة الغد درجة الحرارة القصوى ستعرف ارتفاع ولو طفيف على المناطق الشمالية مع 22 درجة كالمقياس على كل من قسنطينة وحتى على شلف غليزان سيدي بلعباس، 17 درجة هنا بالعاصمة، 27 درجة على بسكرة، 25 على بشار تقريبا نفس المقياس على طنراسة وجنت، أعلى مقياس على منطقة إليزي مع 34 درجة مئوية. البحر يوم الغد يبقى هادئ تماما على الجهة الغربية والوسطى، قليل الاضطراب على الجهة الشرقية، رياح ضعيفة لن تتعدى 20 كيلومتر في الساعة. هنا داخل الوطن إلى بعض عواصم أوروبا، هنا الأجواء مطرة على جل العواصم وخاصة على بيرن، روما، بودابست، بعض السحب العابرة ببوخارست وحتى بأقول بدبلن مع أمطار من حين لآخر وحتى ببوردو، بينما أجواء صافية عموما على مدريد بإسبانيا وحتى بلشبونة. أما عن درجات الحرارة في انخفاض على كل من كوبنهاغن وحتى على دبلن مع درجات فقط، لترتفع جنوبا إلى غاية 22 درجة، وهذا بأثينا 23 درجة مع أجواء مشمسة وصحوة بمدريد. أما عن وقت شروق الشمس ليوم الغد إن شاء الله على مستوى العاصمة سيكون في حدود 7:08 دقائق. ودائما لأكثر تفاصيل دائما مواقع الأرصاد الجوية الجزائرية في الخدمة. شكرا على المتابعة، في أمان الله. قدمت لكم موبيليس الأحوال الجوية.